الرئيس السيسي يؤكد التطلع للعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدين بمختلف المجالات. اليوم انطلاق فعاليات القمة العربية 31 في الجزائر بحضور القادة والزعماء العرب. زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي وخاصة ألمانيا لزيارة زيادة دعم بلاده عسكريا وإمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل، متمنيا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار. وأكد الرئيس السيسي تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات. كما وجه الرئيس السيسي الدعوة لنظيره البرازيلي للحضور إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ، مؤكدا ثقته في قدرة البرازيل على القيام بدور إيجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم. وأكد الرئيس السيسي في مداخلة له خلال حفل الافتتاح على أهمية إنشاء الشبكة التي كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل. احنا هنخلص الجمهورية بالكامل خلال 4 شهور. تمام يا فندم. وانا بس خليني يعني اشكركم كلكم جميعا، كل اللي ساهم في هذا المشروع دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنيه بهذا الامر، وده كان حلمنا بيه من سنين طويله فاتت يعني، والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصناه تقريبا. وانا بس عايز اقول لكم على حاجه، في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدمه المنظومه ديت للدوله المصريه وللاداء ولجوده الحياه وحوكمه البيانات وسلامه الاجراءات وكلام من هذا القبيل. ويمكن دايما كان محتاج مننا ان احنا في الاعلام نشرح اكتر ونفهم الناس اكتر. لما اتكلم على يعني من غير ما اخش في تفاصيل كتير يعني يا بكر، تمام، لما بنتكلم على تامين بيانات وتامين اتصال احنا بنتكلم هنا على حاجات فنيه يعني مش عارف اقول يعني. الدكتور مصطفى بيقول لي معقده، انا عايز اقول له هي مش بس معقده، بس لا، هي حجم التامين اللي فيها قد يصل لنسب عاليه جدا جدا، مش عايز اقول 100% عشان ما بقاش بكلم، ولا يا بكر؟ تمام يا فندم. يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش هيتقال خالص. تمام. في الموضوع دوت، لكن هو الهدف منه ان احنا الاتصالات والبيانات المتداوله على هذه المنظومة تبقى يعني يصعب إن ما كانش يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها. كما شهد الرئيس السيسي افتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة واحد من إحدى مراكز الإدارة والتحكم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر لأول مرة أصبح لها قمر اتصالات خاص بها، وهو ما لم يكن موجودا من قبل. بشكر كل من ساهم في المشروع دوت، وبرضه بشكر الجهد الكبير وبهني. احنا قلنا الكلام ده قبل كده من اكتر من سنه لما اطلقنا القمر، لكن ده كان اول مره يكون لمصر قمر اتصالات خاص بها. تمام يا فندم. ده ما كانش موجود قبل كده، كنا بنعتمد على طبعا طبعا ده متاح مهم قوي ان انا اقول برضه ان الشغل اللي هنا مش شغل هنا فيه شغل تجاري ممكن يحقق موارد، يمكن بكر ما اشارش ليها باستفاضه يعني، لكن ممكن يحقق موارد كويسه لتقديم الخدمات ديت للقطاعات المدنيه والمستثمرين والقطاع الخاص اللي هو يهمه انه ياخد خدمه بهذا المستوى وبهذه الجوده.
نوجه عناية حضراتكم إلى أنه تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، وهي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إخباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم. ويمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي نايلسات على تردد 11747 فيرتيكال. أيضا نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة مناخ. نشير أيضا إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. مشاهدينا فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال هذه النشرة. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، وتستمر فعالياته حتى 9 من شهر نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر. ويشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية. ويعتبر التدريب العقبة 7 من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة في مجال التموين والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية نتابعها في التقرير التالي. تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال مكافحة جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالأسواق. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 79 طن دقيق وأرز أبيض، قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط قرابة 52 طن دقيق بلدي مدعم، قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة ببيعها بالسوق السوداء مستوليين بذلك على أموال الدعم المخصص لها. أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستيلاء على نحو 770 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 153 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 200 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت في ضبط مسؤول عن محل بدال تمويني بالجيزة وبحوزته 5 أطنان سكر تمويني معبأ داخل عبوات بها نقص في الأوزان. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10 أطنان ونصف أسمدة زراعية بمحل ومخزن للأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية. كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمنيا، وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة. كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية
في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية، وبحوزات 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية، وضبط أكثر من 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مسؤول محل لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة. هذا وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بدءا من اليوم الثلاثاء حتى يكتمل الإفراج عنها جميعا بنهاية الأسبوع الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي بهدف إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك لتمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل. تنطلق اليوم القمة العربية 31 بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، حيث تستمر لمدة يومين. ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة 30 إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويناقش جدول أعمال القمة كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين، إلى جانب 24 بنداً تخص قضايا اقتصادية واجتماعية. هذا واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، وأعلنت الرئاسة التونسية أن الاجتماع شهد تناول الموازنة العامة والصعوبات التي تشهدها خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن، حيث أكد رئيس تونس ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأوضاع دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. نوجه عناية حضراتكم إلى أنه تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، وهي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إخباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم. أيضا يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي نايلسات على تردد 11747 فيرتيكال. أيضا نوجه عناية السادة المشاهدين انطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ. نشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعده لاستكمال هذه النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المجتمع الدولي وخاصة ألمانيا لزيادة دعم بلاده عسكريا وإمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية. وقال زيلينسكي أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث وجه له الشكر على الدعم العسكري الأخير الذي قدمته برلين لكييف. وقال رئيس الأوكراني أن شولتز جدد تعهد ألمانيا بمواصلة تزويد كييف بالدعم السياسي والمالي والإنساني وكذلك العسكري.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة بدأت عمليات تفتيش لموقعين نوويين في أوكرانيا، وذلك بناء على طلب كييف بعد الاتهامات الروسية بأنها تعمل على صنع ما يسمى بالقنبلة القذرة. وقال غروسي في بيان إن مفتشي الوكالة بدأوا وسينتهون قريبا من أنشطة التحقق في موقعين في أوكرانيا، مضيفا أنه سيقدم في وقت لاحق هذا الأسبوع استنتاجاته الأولية حول عمليات التفتيش. هذا وقال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية تهدد السفن الروسية والمدنية، كما دعا أوكرانيا إلى ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية. وأكد بوتين أن المسيرات التي استهدفت السفن في سيفاستوبول كانت تحلق في الممر الآمن لإخراج الحبوب من أوكرانيا. وأكد بوتين أن موسكو لن تنهي مشاركتها في اتفاق الحبوب لكنها معلقة. وقال بوتين إن الهجمات على المنشآت الأوكرانية كانت ردا جزئيا على الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى يتم توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الذي استهدف السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول، مشددة في الوقت ذاته أن روسيا لم تنسحب من مبادرة البحر الأسود بل علقت العمل بالاتفاقيات. وأكدت الوزارة أنه من غير المقبول استمرار حركة الملاحة في ممر آمن في البحر الأسود، وأعربت عن أملها في مساعدة الأمم المتحدة في الحصول على ضمانات عدم استخدام الممر الآمن والموانئ للعمليات العسكرية ضد القوات الروسية. اعتبرت واشنطن طلب روسيا بالحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب ابتزازا جماعيا، كما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا تحول مرة أخرى الغذاء إلى سلاح في عملياتها العسكرية. كما أكدت أوكرانيا وأشارت إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة باتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب. أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أوكرانيا عازمة على البقاء ضامنا للأمن الغذائي العالمي ومواصلة صادراتها من الحبوب، بعدما علقت روسيا تنفيذها لاتفاق إثر تعرض سفنها في شبه جزيرة القرم لهجوم بمسيرات. كما أكد زيلينسكي التزام أوكرانيا باتفاق الحبوب الدولي. أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن استعداد بلاده لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بشكل رخيص. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، أشار المندوب الروسي إلى أن الهجوم الأوكراني في البحر الأسود استهدف سفينة روسية تضمن أمن سفن الحبوب. لا تزال أصداء انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية تلقي بظلالها على الساحة الدولية. مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مهمة لمناقشة الانسحاب الروسي من الاتفاق، حيث أكد مندوب روسيا بالمجلس استعداد بلاده لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بأسعار رخيصة. كما أكد أن الهجوم الأوكراني في البحر الأسود استهدف سفينة روسية تضمن أمن سفن الحبوب. من جانبه، أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث خلال جلسة مجلس الأمن أن الأمم المتحدة مطمئنة لعدم انسحاب روسيا من صفقة الحبوب وأنها فقط تعلق عملياتها مؤقتاً. كما أعرب عن أمل المنظمة في استئناف عمل الخبراء الروس في مركز التنسيق المشترك. الكريملين من جانبه حذر من خطورة الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بدون موسكو، حيث قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في بعض المناطق التي تسير بها السفن، يصبح تطبيق مثل هذا الاتفاق أو اختيار طريق مختلف أكثر خطورة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على مساعيه الدائمة لاستمرار أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها. وفي ألمانيا، أكدت وزارة النقل أن النقل البحري
هو أكفأ طريق لتصدير الحبوب من أوكرانيا وإن كان النقل البري سيستمر، بينما قال المتحدث باسم الوزارة إن الطريق من أوكرانيا إلى موانئ بحر الشمال هو الأطول والأصعب وكذلك الأعلى تكلفة. أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم السماح لشركة غازبروم بالتحقيق في مكان التفجير بخطي نورد ستريم 1 و2، مشيرا إلى أن الأضرار كانت جسيمة للغاية. وأعلن بوتين أن رئيس شركة غازبروم أبلغه أنه تم العثور على فتحتين بعمق 3 و5 أمتار. وصف بوتين ما حدث في خطي الغاز بأنه هجوم إرهابي واضح بعد أن فحصت شركة غازبروم موقع الانفجارات. هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى بفرض ضرائب جديدة عليها إذا لم تستثمر أرباحها لخفض أسعار الطاقة. وأوضح بايدن أن شركات النفط لا تساعد المستهلكين رغم أرباحها القياسية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أرباح شركات النفط تضاعفت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن بلاده سوف تجتاز فصل الشتاء بأمان كامل بعد توفير كافة احتياجات الطاقة. وأوضح نيهامر أن السلطات قامت باستخدام جميع المحطات لهذا الغرض، كما أعلن العمل على مزيد من التدابير لزيادة أمن إمدادات الطاقة في النمسا. حذرت الأمم المتحدة من وجود أزمات أخرى تلقي بثقلها على سوق العمل في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن تباطؤ الحاد قد بدأ. وحذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها من أنه وفقا للتوجهات الحالية سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022. وأشار المدير العام الجديد للمنظمة إلى أنه في مواجهة هذا الوضع المتدهور ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة وضع سوق العمل العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع عام كبير فيها. وأضاف تقرير أن خلق فرص العمل وجودة الوظائف في تراجع وسط تفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية وأيضا المخاوف من ركود عالمي وشيك. ومن أخبار الرياضة، واصل منتخب مصر للناشئين تدريباته في الجزائر ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد وهبة على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية استعدادا لمواجهة الجزائر وديا يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا يوم 8 نوفمبر الجاري، ثم تونس يوم 11 نوفمبر، ويختتم المنتخب مبارياته بمواجهة المغرب في 14 من ذات الشهر. تعادل فريق المقاولون العرب مع فاركو سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة يتواجد فاركو في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما ارتفع رصيد المقاولون إلى 3 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري.
فاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. تقدم كريم طارق لطلائع الجيش في الدقيقة 25، ثم نجح هشام صلاح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 68، ثم أضاف خالد صبحي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 90 سجل مروان عطية الهدف الثالث. وبذلك الفوز تصدر الاتحاد جدول الدوري مؤقتا برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الرابعة في المركز السابع. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا لخوض مباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد فاز في الجولة الثانية على فريق أسوان دون أهداف. يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره يوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من الفوز على سموحة ثم سيراميكا كليوباترا. ومن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة، على السواحل الشمالية لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد التطلع للعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدين بمختلف المجالات. اليوم انطلاق فعاليات القمة العربية 31 في الجزائر بحضور القادة والزعماء العرب. زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي وخاصة ألمانيا لزيادة دعم بلاده عسكريا وإمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، انتظرونا في نشرة مفصلة على رأس الساعة. كنت معكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء.